طيب يعني احنا خلاص النهارده 11 رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. 10 حلقات فاتوا من مسلسلات رمضان كلها كانت مليئه بالاحداث المشوقه، يمكن السمه الاساسيه لمعظم الاعمال الحقيقه الدراميه انه ابتدت بسرعه واحداثها سريعه صحيح. جدا، سواء بقى الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه حتى الكوميديه. اللي فاتوا حلقات امبارح يقدر يتابع من تقريب ملخص الحلقات معنا بصراحة. يعني زي ما احنا متعودين يا جوفانا، عندنا ملخص حلقات مسلسلات رمضان يوم بيوم، ايه اللي بيحصل في مجموعه كبيره من المسلسلات، يمكن ابرزها مسلسل الكتيبه 101 ورساله الامام، وطبعا مكي في الكبير قوي الجزء السابع، وجعفر العمده، ومسلسل سره الباتع، وغيرها من الاعمال الدراميه اللي هنشوف ملخصها في هذا التقرير. الحلقات العشرة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 اللي شهدت استعراض حجم الأضرار اللي حصل في القطاع بعد هجوم الإرهابيين، وبعدها قدرت الأجهزة الأمنية إنها تحدد المكان اللي هرب ليه التكفيريين واستخبوا فيه، وعلى الفور أصدر عمر زهران الأوامر بإطلاق ضربة على المخبأ وتم تدميره بشكل كامل. فجأة كنا نقول للعقيد طارق اللي مش حد فينا هينزل أجازته الا ما تجيب حق اخواتنا اللي استشهد. الله يرحمك يا شحات ويصبر اهلك، انا مش عارف ازاي استحمل الموقف ده. لولا الشحات كان زمان التكفيري دخل الميز وفشل نفسه فينا. احنا لازم لما ننزل اجازه نروح كلنا لاهله ونقول لهم ان هو استشهد وبطل. سبحان الله، هو اللي بيختار. الله يرحمه عزمت يعيش من كرم الكواديس عشان يستشهد بعد ما يجيب حق اخواته. كان وشه منور زي البدر لكنه كان خابر. توكلنا على الله. الحلقة العاشرة من مسلسل السفارة للنجم أحمد أمين بدأت بترك شفيق منزله وبيعود إلى بيت العيلة بشنطة هدومه، لكن لا أخوه وجيه أو طه دسوقي زعلان منه بسبب إفساد علاقته بحبيبته كارما أو ماريا أسامة. كمان مامته وداد أو إنعام سلوسة رفضت وجوده في البيت علشان زعل أخوه، فرجع تاني شفيق لبيته بينام على باب الفيلا، ولما صحيت زوجته شيرين من النوم وجدته على باب الفيلا واعتذر ليها وطلب منها فرصة تانية علشان يصلح كل أخطائه. لكن في اللحظة دي بيتفاجئ بحضور الفنانة شيرين اللي بتظهر بشخصيتها كممثلة، وشفيق حتى الآن ما يعرفش إيه طبيعة العلاقة بينه وبين شيرين رضا، لكن هي بتبادر وبتديله خاتم وبتقوله إنها اشتريته من الخارج لما كانت مسافرة، وبتنصحه إن يدي الخاتم ده لزوجته. ازيك يا شفيق؟ انا زي الفل. ازاي حضرتك؟ انا بس مش فاهم، هو انا المفروض موقفي ايه دلوقتي؟ ما هو يا اما انا جامد جدا يا اما في حاجه كبيره انا مش فاهمها. مالك يا شفيق؟ مش على بعضك ليه؟ هو عادي كده انا وانتي في البيت قدام شيرين وتمام، ولا هي بخصوصك مسامحاني اللي هو مادام وصلت للمستوى ده حبيبي روح ربنا يوفقك. بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي بمشهد اشتعال النار في حجرة الإمام الشافعي وكتبه خلال نومه، وقام من النوم مفزوع على صوت بناته وزوجته وكمان اختناقه من دخان الحريق، وبدأ يقول الكتاب الكتاب، فيجري بسرعة علشان يطمن على إن الكتاب اللي جمعه ودونه وحققه من الشيخ يحيى ابن حسان عن الإمام الليث ما حصلوش أي حاجة والنار ما وصلتش ليه. ترافقني للمسجد؟ طبعا يا والدي، لكن الآن سأسبقك للوضوء. هيا فليتعاون الجميع على ترتيب ما خلفته الحريق من فوضى. في مسلسل الكبير قوي الحلقة العاشرة طلبت مربوحة الطلاق من الكبير، وده بعد لما شافت صور جوني وخطوبته من شروق على السوشيال ميديا، وافتكرت إن الكبير يعرف بالخطوبة لكنه أكد لها إنه ما يعرفش أي حاجة. فيها مربوحة وكمان ما عرفش فيه إيه؟ بيجي أخوك جوني يجرى فتحته ما تعزمونيش؟ إيه التون ده؟ دنيا فتحت ايه؟ مين قرا ايه؟ ما فهمش حاجه. السنيوره منزله منشور كاتبه فيه جارينا الفاتحه هي واخوك جوني. مش يمكن جوني دب؟ في مسلسل سره الباتع وجه الفرنسيين تهديد لاهالي البلد وطلبوهم بتسليم حامد، وان ده لو ما حصلش هتحصل كوارث كبيره في البلد. وبتنتقل الاحداث للعلاقه اللي تطورت بين ساره او ريم مصطفى وحامد او احمد فهمي، واعتراف ساره بحبها لحامد في ميدان التحرير تحديدا يوم 11 فبراير بعد اعلان خطاب تنحي مبارك عن الحكم. كمان بحبك يا ساره.
في مسلسل جعفر العمدة بيوصل محمد رمضان للكوخ اللي موجود فيه بلال شامة، لكنه بيتفاجئ بهربه وتفجير الكوخ. بعدها بتتطور أحداث المسلسل وبيروح أحمد داش علشان يقابل جعفر العمدة في بيته، فيشوف مي كساب ويقابلها وجهاً لوجه لأول مرة من غير ما يعرف إنها والدته الحقيقية. أنا آسف جداً والله العظيم، أنا آسف، حقك عليا، أنا آسف. وإنت عايز إيه بقى من جعفر؟ تعرفه منين أصلاً؟